الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الأمين أما بعد فأرحب بكم أحبتي الأعزاء لنتذاكر شيئا من الأيام الخالية في الأخلاق الفاضلة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه الذين نقلوا عنه واقتدوا به. واتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن خلق فاضل يتمثل في قيامهم بالمسؤوليات المناطه بهم، بحيث يتحمل الانسان المسؤوليه، ويقوم باداء الاعمال المرتبه عليها. وقد جاءت النصوص بترغيب الانسان بان يقوم في الواجبات المناطة به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا المال لكم وهذا المال هدية أهديت لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عاتقه إن كان بعيرا جاء وله رغاء، وإن كان بقرة جاء ولها خوار، أو إن كانت شاة جاء يحملها تيعر لها صوت ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم قال حتى رأينا عفرة يبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فأكد على تحمل المسؤولية والقيام بها على أكمل وجوهها بحيث لا يجعل من يقوم بالمسؤوليه يجلب لنفسه نفعا من خلال استغلال الامر العام الذي يقوم عليه قال لقيط بن عامر رضي الله عنه خرجت وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي صاحب لي يقال له نهيك بن عاصم وقال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية رجب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافيناه حين انصرف من صلاة الفجر صلاة الغداء فقام في الناس خطيبا فكان من خطبته أن قال أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام إلا لأُسمعنكم فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا أجلسوا ألأ أجلسوا ألأ قال فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه فقال ظن ربك واختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها الا هو واشار بيده فكان من شانه صلى الله عليه وسلم ان يعرف حدوده وان يعلم ان الغيب عند الله جل وعلا يقول محمد بن علي رحمه الله دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي من أنت فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع سري الأعلى ثم نزع سري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب وكان جابر قد عمي وفعل هذا الفعل من باب الترحيب به ثم قال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسالته عن حجه النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد منها ما ذكره من الخطبه قال جابر فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل ثم قال ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئنا فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فأدبوهن ثم قال بعد ذلك لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ثم قال إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السباب يرفعها إلى السماء ثم يعيدها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم إن بلالا أذن ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين ولم يصل بينهما شيئا وكان ذلك في نمرة ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته حتى أتى الموقف بعرفه فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا ثم غاب قرص الشمس فحينئذ اردف اسامه ابن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه الى مزدلفه، وقد شنق للقصواء الزمام اي شده، وكان من شانه ان يجعلها تسير سيرا لطيفا، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي اصحابه بالسكينه في ذلك الموقف. فهذه نماذج من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرته لأداء الأعمال وقيامه بها على الوجه المشروع، وحثه الصحابة -رضوان الله عليهم- على المبادرة في ذلك من الأخلاق الجميلة أن يعترف الإنسان بما لدى الآخرين من الجميل، وأن يثبت لهم ذلك الفعل، خصوصا من بينك وبينه مخالطة، ومن هذا ما إذا كان هناك زوجان حصلت بينهم خصومة فتفرقا، فإنه حينئذ ينبغي حصر ذكرهم بما فيهم من الامور المستحسنه وعدم ذكر ضد ذلك، وانظر لقوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى، ثم قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير وهكذا جاءت النصوص بالتحذير من الغيبه وبيان سوء عاقبتها دنيا واخره روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح صلاه الفجر بالحديبيه على اثر سماء يعني مطر كانت من الليله فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إن الله يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وقد جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له الفضل وله الثناء الحسن فانظر الى كلمة الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مما يدل على اهميتها وفضلها والتاكيد عليها هكذا شان المؤمن ينشر الخير ويثني على اهله ولا ينشر السوء والشر ويتقرب الى الله جل وعلا بذلك. اسال الله جل وعلا ان يبارك فيكم وان يجعل اعمالكم على خير وجه واتمه كما اساله سبحانه ان يرزقنا جميعا الاخلاص في اعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم ادر علينا ارزاقك واجعلنا نكتسبها من حلال وننفقها في طاعه بفضلك واحسانك يا ذا الجلال والاكرام. كما نسأل الله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يوفقهم للخير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين